إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان هلكن تعسي ودريا لما شهددي كبحضي قعنتا كوا آن ويري كرنو إنا يهين أبناء جهنم أما عيالكي نارت كوا يهين. وحاكلون أنتي إلهي سبحانه وتعالى ويديني إنا إنو بوغر ديو إنتا كل دعوة عنتي دادك الصوماليات إنتا كل دمتي ويراركي أي سوق هذين أبناء جهنم وشهدو إلهي إذن كيس وحان إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة ده قويسسكي يقرابة دي أي كجيريو ديننا وحان لنا هاي سمري إيمان الله إذن كسيو وحان إذن لو ذاقينا حنونك وحان إذن لو ذاقينا مرقدة هي تيران يضا كوانا وعمينا إلهي إذن كيس وحي أنت هاي دنبي داف وحان الله وبرينا عافي ما دق دقين الله السير وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين دي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنعيق الدينين وحاوية الله وعلى بخيار ميدون إنان دورنو أنه إيه شباب إيه مقع الصحدة إليهين وآه إنه يهين عيالك النارتة وحان كرا دورنا إنه إنه إيه نولادان إيه إيه إنه إنه نولان لكن إسلابا نولان كرنو وحان رجينا يا سيدا شعبك الصوماليات قوانك وقاري دولدودنا يكوه قامين يسو إنا إصدافيان إنا نصدافين دونو دلقاتكينا إنو دماضي أيان رجينيا وحان ربا إنا نهلكن أمان يبوغادين أغسو جيديو مجاهدين تا عيدا مدين شرفتا له مجاهدين تا ديو قوضا أشبي نفتوضا أهوري إنا يبدباديان عرور توضا walaalahood hooyooyinkood iyo aabayaalkood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaad tihiin mujaahidiin dhaba waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan ilaahayna jihaadkiinna idinka aqbalo intiinii ku shahiidayna waa shuhado inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada أيها كل دعوامين وحان رجينا يا إن إلهي سبحانه وتعالى أيها أبو قرأيو وحان رواينا هذا الكي يكسو قبق قبئيو هدي وجيدكو يهي إن دادك لن يدجبيو هدي وجيدكو يهي إن شعبك الصوماليات قوستي إنو هيريده أبناء جهنم أما عيالك النارتا إسكدو القادان إن لا تشوتشيو أو لا يستاتشيو تاسي ما سعرايسو سومالي قوان بي قادي وحايكا سعوتا هيريادو إلا اسكادو القادو قل مدوك وحايكا سعوتا هيريشا بيلي إيو ميلاكا لي أو دالكا كميدا وحاينا سيدنا بأوغا بلابان دون تا ميلا بضان أو كالي وانا لسكا حرين يا إلهي إذن كيس مر الله مركي أي حكومة دوسو جيستي إن أي جرجر أفديسو دتك الصوماليات أبارها لدرا داعية مركي أي حكومة الصوماليات أسو جيستي إن أي جارسيسو بيو يدووين يجرجر ككلي أباهينهين أي واحد يقو أنكو جارين أي يقو إن أي كم مشغوليان إن أي دتك اللي بتبادني إن أي كلايا مركوا جعان وح بتبادني إسا يجعان وح دليس كيف جهاده وحان ربا إنان هلكن كشيغو دولد الصوماليات حكومة الصوماليات وحا ساران مسؤوليات أيضو قدن يسا مسؤوليات داس دادك إذا كساران وحان بوغضي اسبتال لغا وحانا أمري إن لقاضو
oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halista qaba, dhaawacyada culculus qaba, ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qarixii jimcadii dhacay, ee kuwo kale dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay. waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa haddii ilaahay idhaahdo. Waa waajibka dowladda, waana ku dhaqaaqnay insha allah, waana ka shaqaynaynaa. ugu dambaystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, u midoobaan cadowga siday isugu celin lahaayeen, u midoobaan siday isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. qaali bayna u yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara, meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin. mar kale waan u tacsiyeynayaa dadka agoontoobay, kuwa rajoobay, iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay, intaba waan u tacsiyeynayaa. waxaana idin leeyahay waa niyadiinna insha allah khayr u sheega, kii dhintayna waa shahiid, midka dhaawacmayna waxaa insha allah aan rajaynayna ilaahay dembigiisa ku dhaafo. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.